مساء الخير عليكم وعلى أسرة الأستاذ ماهر وعلى أسرة مصر اليوم كلها. يعني مؤسسة بنعتز بيها من ساعة ما طلعت، والحقيقة الفكرة دي عجبتني. يعني فكرة الملتقى، وجود ملتقى متخصص، ده اللي كنا بنفتقده في الصحافة المصرية. يمكن كنا بنعمله على نطاق حوارات صغيرة، ندوات بتاع، إنما يبقى ملتقى يجمع كل الأطراف في قضية معينة، دي فكرة كويسة قوي. وده دور الصحافة الحقيقة، إن هي تعمل زي عصف ذهني للقضايا، ومنها قضية التعليم أو الجامعة النهاردة تحديدا، يعني مش التعليم، لأن الجامعة في النهاية هي بتاخد المخرج اللي جاي لك من مرحلة التأسيس بتاعة التعليم ما قبل الجامعي. إحنا دلوقتي عندنا في مصر الحقيقة توسع شديد في الجامعات بكل أطيافها بكل أنواعها. ده بيخلينا نسأل سؤال، هل أنا مع التوسع بالمناسبة في إيه تحت التعليم الجامعي؟ لأن ده العالم كله. مش صحيح إن نسبة صغيرة زي ما تقال هي اللي بتتعلم في العالم، لأ، النسب في الدول المتقدمة تجاوزت 70%، تعليم عالي، تعليم جامعي، مش 25%، مش زي زمان بناخد الشريحة الصغيرة. وعشان كده مصر توسعت في التعليم لدرجة إن نسبته دلوقتي في التعليم الثانوي قربت من عدت 40%، والأربعين في 50% بقت تعليم فني. وده بنعدل الهرم، لأن قبل كده كان 30% بس هما اللي بيخشوا التعليم الثانوي العام. يعني إيه تعليم ثانوي عام؟ يعني اللي رايح الجامعة إجباري، لأنه الدولة طبقا للقانون وطبقا لكل حاجة، كل من يدخل تعليم الثانوي العام له مكان بالجامعة له علاقته بالمؤتمر النهارده. إذن التوسع في التعليم الجامعي هو حتمية للتعليم الثانوي. طيب، هل الأشكال اللي موجودة النهارده دي تلبي رغبات قطاعات كتيرة؟ هتلبي. بس هي المشكلة الحقيقية أو اللي أنا شايفة اللي لازم نهتم بيها هي التوسع في التعليم، مش المجاني، الرخيص شوية. لأن إحنا الشريحة اللي في مصر عندنا الشريحة اللي معاها فلوس أوسع، عندنا كتير ما معهمش فلوس، وحتى في الطبقة مش المتوسطة، المتوسطة الدنيا والأعلم كده، دول اللي لازم أعلى بيهم، لأن اوريدي الطبقة العليا عندها جامعاتها. يبقى احنا بنلعب في الشريحة مين؟ لازم أبقى عارفة مين المستهدف ليا اللي أنا بعمله. فبالتالي التوسع لازم يواجبه دراسة جدوى في هذا الانفتاح لإتاحته للناس كلها، عشان نجيب فايدة منه. لأنه ما ينفعش مثلا أدعم ناس في جامعة خاصة، طب أنا بدعمهم ليه؟ كانوا هم جامعة خاصة أصلا. إذا أي دعم يروح في المصروفات أو للطلاب لابد يروح للطلاب بالمجان أو في الجامعات الحكومية. ما ينفعش أدعم مثلا الجامعات الأهلية، أدعمها ليه؟ إذا كانت هي بفلوس. يعني فكرة الدعم هنا لابد إن هي تروح لحاجة محددة. ده مهم أوي الحقيقة. عشان كده أنا يمكن وعايزة الجامعات تبقى مراكز بحث ذهني، يبقى فيها حاجات صغيرة بتتناقش، ما تبقاش العيل داخلة في الكليات كذا، لا، الجامعات لازم يبقى فيه دراسات بينية. العالم كله دلوقتي في التخصص بيبقى فيه دراسات بينية. ما ينفعش مثلا في فلسفة لا، ممكن فلسفة ومواد من علم الاجتماع وعلم النفس. ما بقى في الرياضيات نفس الشيء، مش إحصاء، بياخدوا فلسفة. احنا ما زلنا ماشيين بأنماط قديمة الحقيقة. هنا لازم نوسع العلوم البينية كلها. ده هيطور، ده اللي هيبني مصر بقى. ان انت محتاج مراكز بحث للمستقبل الحقيقة، حتى في العلوم الإنسانية. انا رأيي ان المرة الجاية تهتم مصر اليوم، واتمنى ده قضايا المرأة المصرية، واسمح قضايا المرأة المصرية، واسمحوا لي اني اشارك في ده بوضوح وبأفكار. قضايا المرأة المصرية تحتاج ان احنا نخصص لها، وما نخافش وما نجيبش برضك الحاجات الرسمية قوي، لا، احنا محتاجين كده ناخد نفس ونتكلم، لان ونتكلم احنا عايزين ايه بالظبط. بشكركم مرة اخرى وكلكم